السلام، مرحبا الناس الكل. اليوم معكم حاتم بوخيت، انا جرافيك ديزاينر متخرج من ليزام عام 2013 في تونس، ستوديو سوبيريور دي زار ملتي ميديا. من وقتها وانا نخدم في لي سوسيتي ديجيتال ديفلوبمون، شويه فريلانس، وعندي مون سيت ويب حاتم بوخيت دوت كوم. كنت تبغوا تعرفوا اكثر حاجات عليا وتشوفوا اكثر نخدم. فوتوشوب اللي هو احسن لوجيسيال تاع تريتمون ديماج، ديزاين موبيل ويب اي مونتاج ديماج ان جينيرال. استعملوه بوكو دارتيست، بوكو ديزاينر. اول فيرسيون هي خرجت عام 1990. اخر فيرسيون طاب باش نخدموا عليها باش نتعلموا عليها هي الفيرسيون ادوب سي سي 2018، اللي فيها برشا حاجات جديده وبرشا حاجات تعاون. طاب باش ندخلوا ديريكت في الانترفاس تاع ادوب سي سي ونشوفوا المينياتور تاع لي فيشي اللي حليناهم قبل. اوكي، نختاروا ديريكت ان فيشي. لا بيبار دي ايماج اللي يتحلوا في الفوتوشوب اذا كانوا خارجين من الكاميرا يتحلوا ديريكت بالكاميرا رو. نختاروا مثال تاع اكزامبل هذا اللي هو صوره لنا صديقنا وفوتوغرافنا الجديد محمود الغربي قاعد ورا الكاميرا. ايش فيك تضحك؟ تنظري شكلك مريض. با الكاميرا هذه تاع محمود الجديده ماخذها بقديه مجد بالكروس. ديريكت نمشيو نعملو اوبن ايماج. اول ما تحل الايماج في الادوب فوتوشوب باش تلقى على جنب ناحيه عرض. تضحك صوتك يطلع في الهواء. ما تكحش من ناحيه عرض مش خايف. نلقاو الباك جراوند على جنب. كي نعملو دوبل كليك تطلع لك فينتر، تنزل عليها اوكي. علاش؟ خاطرك يبدا في الكالك اللي هو هذا اسمه باك جراوند، فيه الايكون هذه الصغيره اللي هي القفل. ما تنجمش تعمل برشا موديفيكاسيونات على الكالك، معناها كيفاش تفسخ تشري لك احلى. دونك لازم تكليكي مرتين تنزل اوكي. اوكي تفسخ تفسخ هذيك. Pour créer un nouveau calque, il suffit de cliquer ici sur l'icône. Voici, un nouveau calque est créé. C'est pas magie, c'est pas sorcier. Mais je me suis pas chargé de calque. Mais je me suis beaucoup le bestal. L'icône ta stal. Sub couleur. عملنا calque جديد, حطينا الكولور. ضربنا ضربات براش. باغ كونتر كي نكتبو تكست، التكست اوتوماتيكمون يعمل كرياسيون تاع كالك جديد. دونك بلوتي تكست نجمو نكتبو تكست. مانيش نكتب اسمي. فوسي نوتر تكست اكري ان نوفو كالك من فوق. دوزيام كالك بلو ماهوش ظاهر. كيفاش باش نظهرو؟ اون دو بوسيبيليتي. بوسيبيليتي الاولى اللي اون كليك سور لو ليكون دو ا غوش على جنب، او بيان اون غليس لو كالك فيغ لو هو. علاش وريتكم التكنيك هذا؟ باش انت نهار اخر كي تبدا تخدم في دوكيومون، تخدم في افيش، تخدم في اي حكايه، وتقول شبيني كتب التكست ما ظهرش. كيف هناك تعمل تكست ما يظهرش، تحط الكولور الازرق الابيض الاكحل ما يظهرش. اش لازمك تعمل؟ تطلع لنا تحط الكالك من فوق. فوسي لو تكست. سهلة، نوسيون دو كالك سهلة، نوسيون دو كالك تري سامبل سهلة.
وما عادش معقدة كما قبل كما كان في اللي فيرسيون بريزيدون دو فوتوشوب. كالك فور كالك كالك فور كالك. اوكي pour supprimer un calque, il suffit de cliquer sur le calque اللي تحب تسوبريميه. وكلا عاد هاني صل طوبيله كيما تلقاه في الوورد تلقاه في ديما ليكون تاع سوبريمي ديك تفصل سوبريمي الكالك الحين الكالك. اذا كنت تحب تعمل افي على كالك معين لازم قبل كل شيء تكليك على الكالك تحب تعمل له موديفيكاسيون بعد تجي في الليكون تاع اللي بحضر في شيء. انا برشا افيات voici le mythel le fait de noir et blanc black and white. نحب نخرجو juste un bloc de l'image ou bien une partie. Il suffit de sélectionner le calque اللي باش تخرج منه البارتي ولا لا. On choisit notre zone. Après contrôle J. C'est notre كيما نشوفو عنا بارتي سيليكسيوني خرجت وحدها من الكالك الجديد. كيبدا عنا اكثر من كالك وفي شي بي اس دي داخل بعضه بالطبيعه اغلبيه الديزاينر يعرفوا الحكايه يبداو يلبزوا مانيش نحكي على روحي بيان سور. كيفاش ننظموا الخط؟ اون بو سيليكسيوني 2 3 كالك بعد نمشيو اللي كان دوسي ان سامبل كليك يمشي يلم لي لي تروا كالك واللي كالك اللي سيليكسيونيتهم دون ان دوسي كيف كيف نجمو نسميوه دوبل كليك دون نسميوه لورام اوبسم لورام. هكا نكونو كملنا الفيديو الاولى مانيش نطول برشا باش نعمل سيري دي فيديو دو 2 مينوت ماكس باش نسامبليفيو فيها لي زوتيل و لوتيليزاسيون دو فوتوشوب.